طبعا هسه حاليا ويانا الدكتور خالد شمال اللي هو يكون متحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه. اهلا بك دكتور ويانا ضيف اهلا برنامج جمال، حياك الله. تحياتي لحضرتك وبرنامجكم الجميل ولقناه السامورية العزيزة. بالبدايه دكتور، ليش تنجف الانهر عندنا كل سنه؟ يعني حركه المياه السنويه او حركه او السنه المائيه مختلفه. احنا الان يعني بنهايه فصل الصيف وبدايه فصل الخريف، وبالتالي هذا الموسم الصيفي اللي مرعينا اكيد صار استنزاف الى يعني الى الايرادات المرتبطه من نهر دجله الى جزء من الخزين. ايضا شيء مهم اخر، احنا نعرف انه الايرادات المائيه العراقيه 70% منها تاتي من خارج العراق، من دول الجوار المائي، من تركيا ومن سوريا ومن ايران، وبالتالي هذه 70% مؤثره تاثير كبير على اداره المياه في العراق. اذا ما عرفنا انه احنا الان لا نستلم الا اقل من 400 من استحقاقنا الطبيعي، هذا معناه بشكل اخر نفقد 60% من استحقاقنا الطبيعي. يعني مثلا اليوم نهر دجله الان في بغداد، هذا اللي السماء موجودين به 366 متر مكعب بالثانيه، في العام الماضي كان 450 متر مكعب بالثانيه. الايراد اللي متحقق الى 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 سد الموصل هذا اليوم اقل من 200 متر مكعب بالثانيه، في حين المفروض يكون على الحد الادنى 50 متر مكعب بالثانيه. 500 عن 200 300 تعوضها، فرقها هي استزاف للخزين. وايضا نفس الشيء بنهر الفرات، الفرات الان اقل من 150 متر مكعب بالثانيه يرد الى سد حديثه، والمفروض هو يردنا يعني 50 متر مكعب بالثانيه على الحدود التركيه السوريه، والباقي يتقسم بيننا وبين سوريا بنسبه 58 للعراق و42 الى سوريا.